المنزل، أو كما تسمى غالباً بخزانة الإسعاف. هي ذلك الصندوق الذي نلجأ إليه عند كل طارئ وعند شعورنا بأي ألم، فهو الملاذ لراحتنا وتخلصنا من أوجاعنا، سواء كانت تلك الأوجاع ناتجة عن الصداع أو الأسنان أو مشكلات الهضم وغيرها من الأمراض اليومية. وتعتبر صيدلية المنزل المكان الذي يحتوي على العقاقير والأدوية التي تستخدم في الحالات الطارئة من دون تكبد عناء الذهاب إلى الصيدلية أو المستشفى. ولكن ماذا إذا أسيء استخدامها؟ أو لم يتم الالتزام بالشروط والمواصفات التي تجعل منها مكاناً آمناً لتناول دواء مفيد عند الحاجة إليه؟ يؤكد الأطباء أن تخزين الأدوية بشكل سليم يضمن احتفاظها بصلاحيتها وفاعليتها، كما يحمي الشخص نفسه من تناوله أدوية منتهية الصلاحية أو فاسدة. ويشددون على ضرورة الانتباه إلى عدة أشياء عند تخزين الأدوية، من بينها مثلاً ضرورة الاحتفاظ بها دائماً داخل عبواتها الأصلية. أما درجة حرارة التخزين فعادة تندرج الأدوية ضمن إحدى ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى وهي الأدوية التي تخزن على درجة حرارة الغرفة العادية وتتراوح بين 15 و30 درجة مئوية. أما المجموعة الثانية فتخزن في درجة حرارة الثلاجة التي تتراوح بين درجة حرارة 2 و8 درجات مئوية. والثالثة تحفظ بدرجة حرارة المجمد وهي 18 تحت الصفر أو أقل. ويقول الأطباء أن تخطي درجة الحرارة المصرح بها أو الإقلال منها لفترة قصيرة وبشكل محدود لا يمثل مشكلة للأدوية التي يجب تخزينها في نفس درجة حرارة الغرفة. ولكن هذا الأمر لا ينطبق على بقية نوعيات الأدوية، إذ لا يجوز مطلقا أن تجمد الأدوية التي يجب الاحتفاظ بها في درجة حرارة الثلاجة، مشددا على ضرورة التخلص منها على الفور إذا تعرضت للتجمد، إذ تصبح بذلك غير صالحة للاستخدام. فما هي أنسب الطرق الآمنة لتخزين الأدوية وكيف يجب مراقبة صلاحيتها؟